أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي، قال فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدا لكن أبي وأمي فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. قال ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن فذكرهن ووعظهن، وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. وحدثنيه أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد حا. وحدثني يعقوب الدورقي، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن شريج، اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله. قال سمعته يقول: ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدا بالصلاه قبل الخطبه ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل واتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقه قلت لعطاء زكاه يوم الفطر قال لا ولكن صدقه يتصدقن بها حينئذ تلقي المراه فتخها ويلقين ويلقين قلت لعطاء احقا على الامام الان ان ياتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال اي لعمري ان ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه يوم العيد فبدا بالصلاه قبل الخطبه بغير اذان ولا اقامه ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني. قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير اول ما بويع له انه لم يكن يؤذن للصلاه يوم الفطر فلا تؤذن لها قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وارسل اليه مع ذلك انما الخطبه بعد الصلاه وان ذلك قد كان يفعل قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبه وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمره قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مره ولا مرتين بغير اذان ولا اقامه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر فيبدا بالصلاه فاذا صلى صلاته وسلم قام فاقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فان كان له حاجه ببعث ذكره للناس او كانت له حاجه بغير ذلك امرهم بها وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده، كأنه يجرني نحو المنبر. وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار، ثم انصرف. حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد: حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وحدثنا عمر الناقد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحُيض وذوات الخدور، فأما الحُيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري: حدثنا أبي حدثنا شعبه عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقه فجعلت المراه تلقي خرصها وتلقي سخابها وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا ابن إدريس حا وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت: باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وحدثناه يحيى بن يحيى وابو كريب جميعا عن ابي معاويه عن هشام بهذا الاسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو ان ابن شهاب حدثه عن عروه عن عائشه ان ابا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه فانتهرهما ابو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وأنا جارية، فقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة: والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشه يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي انظر الى لعبهم ثم يقوم من اجلي حتى اكون انا التي انصرف فاقدروا قدر الجاريه الحديثه السن حريصه على اللهو حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فاما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين؟ فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفده، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن هشام عن أبيه، عن عائشة قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد. فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. وحدثني ابراهيم بن دينار وعقبه بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن ابي عاصم واللفظ لعقبه. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عطاء اخبرني عبيد بن عمير اخبرتني عائشه انها قالت للعابين وددت اني اراهم. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب انظر بين اذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد، قال عطاء: فرس او حبش؟ قال: وقال لابن عتيق: بل حبش. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال بينما الحبشه يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم اذ دخل عمر بن الخطاب فاهوى الى الحصباء يحسبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر